هدايا لأمي السنة دي، دي حاسة بالله لو ما جبت لها هدايا هتدعي عليا تسخطي برغوت. طب والعمل ده؟ أنا ما معيش في جيبي دلوقتي غير 20 جنيه، إيه الحل؟ لقيتها، هي هدية حلوة مفيدة ورخيصة. جبت الحبايب يا حبيبة، جبت لك هدية هي مش على قد مقامك. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي، طول عمري أقول أنت اللي فيهم وأنت أحسن واحد في ولادي. جايب لي إيه يا ألبوم؟ جايب لك مشبك وحمص يا ماما سايبها لك في المطبخ. جايب لي مشبك وحمص يا خلفة الندامة، هو المولد النبوي يا ابن العبيد؟